بعد تصدره لترند، معلومات لا تعرفها عن باسم يوسف. تميز بخفة ظله منذ ظهوره الأول على الشاشة، وعرف بمواقفه الواضحة، وعبر عن رأيه بطريقته الصريحة المرحة. هو باسم يوسف الذي تفوق في الطب واشتهر بسبب الكوميديا. ولد باسم يوسف في مارس 1974، درس الطب في جامعة القاهرة وتخصص في جراحة القلب والصدر. مارس الطب لمدة 13 عاماً في القاهرة، غادر لأمريكا وألمانيا وتلقى تدريبات في زراعة القلب والرئة. عام 2011 كان نقطة فاصلة في حياة باسم يوسف. قدم برنامجه الساخر الشهير البرنامج، حقق نجاحاً وشعبية كبيرة في هذا التوقيت، وتفاعل معه الجمهور. النجاح الكبير الذي حققه دفعه لتقديم أكثر من موسم. غادر باسم لأمريكا بعد انتهاء مواسم برنامجه واستقر هناك. باسم متزوج من سيدة تحمل الجنسية الفلسطينية تدعى هالة دياب، أنجب منها أطفاله نادية وآدم.